مسيره ثانيه جايه اعدادها كبيره برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره وسيحكم التاريخ علي وعلى اولي قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مباشر مصر. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو المهندس عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. مرحبا بك يا مهندس عادل. أهلا بك. أهلا محمد. التقى السيسي مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر لبحث سبل تسوية النزاع الفلسطيني مع الصهاينة كما يسمونه. جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة عقب لقائهما اليوم بالقاهرة على هامش زيارة غير محددة المدة يجريها رئيس الكونغرس اليهودي العالمي لمصر. تناول الجانبان سبل تسوية القضية الفلسطينية على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية. حسب تعبير بيان الرئاسة، منذ أبريل 2014 توقفت المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والصهيوني بسبب رفض جانب الكيان الصهيوني وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب 67. أعود إليك مرة أخرى مهندس عادل فيما يتعلق بهذه الزيارة وهذا اللقاء. في أي إطار يمكن فهم لقاء السيسي مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي في القاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أعتقد أن اليهود تحديدا ليهم منظمات كتيرة وقوية على مستوى العالم، وبيتحكموا في قدر كبير من الإعلام والثروة، وعندهم مؤسسات كتير ربما احنا حتى ما نعرفش طبيعتها ايه، ومنها الكونغرس اليهودي. يعني الزيارة مش الاولى مع المنظمات اليهودية والصهيونية في العالم كله، وبالتالي وكأن في رسالة من السيسي ان هو مرتبط بشكل ما بالتنظيمات دي. والقضية الرئيسية اللي بتتعلق بينا وبين الصهاينة تحديدا هي قضية القدس وفلسطين. نعم. قضية المركزية، والحقيقة مش قضية بين الفلسطينيين، مش صراع بين الفلسطينيين والصهاينة، ده صراع بين العرب والصهاينة، وممكن يكون أكبر بين الأمة الإسلامية كلها والصهاينة. والغريب أنه الناس بتتكلم على فصل الدين عن السياسة، والكونغرس دي مؤسسة بتنتمي للدولة المفروض دول، لكن في هذا الوضع بتنتمي لطائفة أو لديانة، وكأن الكلام ده لينا احنا بس. يعني فكرة التقسيم الدول والحدود وبتاع ده لي كنتم، وكونجرس مصر ومجلس الشعب في مصر ومجلس الأمة مش عارف فين، لكن اليهود ليهم منظومات ومؤسسات جامعة متجاوزة لفكرة الحدود، ومش معترفين بأي قصة من القصص دي. هم متجاوزة كتلة واحدة قومية وغيره، طبعا كتلة واحدة على مستوى العالم، بيحاولوا يديروا بمؤسسات موحدة على مستوى العالم كله في قدر كبير من التعاون. فدي نقطة يعني ناخد بالنا منها، ان بس الكلام بيتقال لي نحن على مصر وسوريا، وتلاقي الناس في مصر دلوقتي الحكومة المصرية بتضطهد السوريين، مأساة طبعا. يعني مأساة، المفروض مصر يعني طول الوقت الارض دي حتة الارض واحدة على مدى التاريخ كله، وكان اي ازمة في الشام بتصبح ازمة في مصر، والعكس بالعكس. ولما كانت الشام بتغزى كانت مصر بتتحرك، ولما كانت مصر بتغزى الشام بتتحرك. سليمان الحلبي اللي جه من سوريا ما كانش لوحده، صحيح، ومصر في صلاح الدين كبير، وصلاح الدين جه مصر، فبالتالي هم ارض واحده. يعني طبعا الارض كلها بتتباع، والسيسي واحد من العناصر الخطيره جدا. يعني النهارده عشان نعرف خطوره مصر، بعت ناس من المراقبه جوايا في مصر علشان الاضراب اللي في السودان يشتغلوا مكانهم، وكانه هو واحد من المراكز عنده قوه بشريه 100 مليون ويعني كفاءات الى حد ما كتيره عن بقيه الدول، فبالتالي بيستخدم الخزان البشري ده لفرض السيطره وللسيطره على الشعوب بتاعه المنطقه كلها. ودي خطوره الانقلاب اللي حصل في 3/7، وادينا شايفين في تعاون كبير واضح مش بس على المستوى السياسي والدبلوماسي، على المستوى العسكري. الصهاينه بيتحركوا في شبه جزيره سيناء افضل مننا واحسن واسهل مننا. كلام كبير على فكره صفقه القرن وغيرها، طبعا ربما كل اللي اتقال مش هو الحقيقي،
لكن في الاخر في مؤامره يعني بتنسج ضد القضيه الفلسطينيه اللي هي القضيه المركزيه والمحوريه لكل الامه العربيه والاسلاميه. الحقيقه كل ده كلام مهم لان دلوقتي لعبه على الترابيزه، مفيش حد بيشتغل من تحت الترابيزه كله فوق، فبالتالي اعتقد انها بقى ليه دور مهم جدا في توعيه شعوب في الموجه. ايه دلاله فكره اللعب على المكشوف بهذه الطريقه ايضا دكتور عادل؟ والله انا اعتقد ان في احساس بالسيطره الكامله وان لازم الامور تكشف، ما هو في الاخر انت عشان تقوم بفعل كبير وواضح لازم تكشف كل كروتك خلاص، يعني مفيش داعي للقاءات السريه، نشتغل في العلن. في احساس ان 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 الامر خلاص اتحسم ليهم، في احساس ان الشعوب دي انتهت ما بقتش ليها قدره على المقاومه، احنا اصحاب السيطره، ضروره ان الارض دي تترسم تاني. فات 100 سنه بعد سايس بيكو الحرب العالميه الاولى، خلاص انت استنفذت اغراضها واستنفذت وخلاص تعبيرها عن توازنات القوى الدوليه بقاش موجود، فلازم يعاد صياغه المنطقه مره تانية. ومجموعه من العملاء والخونه، محور الشر المصري الاماراتي السعودي شغال في تدمير كل ما يمت بصله للتحرر في المنطقه كلها، لكن من نواكشوط لغايه باكستان. ما هو حجم دور، نتكلم عن النظام المصري بالتحديد، ما هو حجم دور النظام المصري فيما يتم من خطط جديدة للمنطقة؟ متحدث عن صفقة القرن، متحدث عن ما يسمونه حل النزاع الفلسطيني، هو صراع مش نزاع، أو الصراع الفلسطيني. هم بيقولوا فعلا نزاع بس يعني هم بيقولوا كده، بيقولوا نزاع، ما يسمونه نزاع ونحن نسميه صراع، ليس بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني وإنما بين الفلسطينيين والأمة الإسلامية. لكن ما هو حجم دور السيسي في أو ضمن هذا المحور، او حجمه كمستخدم لحل هذه القضايا من وجهه نظر الغرب او من وجهه نظر الصهاينه بالتحديد؟ انا اعتقد ان الغرب لم يخرج من المنطقه الا بعد ما ثبت اركان استمرار سيطرته عليها للفتره القادمه كلها، وفي كل مكان اختار مركز طبقا لظروف كل منطقه. يعني مثلا في سوريا اختار طائفه، يعني طائفه تدير البلد وادها السلطة والقوة وتبيد أي حد، مش مشكلة. نفس الكلام في الممالك العربية السعودية والإمارات وغيرها والدول الصغيرة، تفتيت المنطقة دي دول صغيرة لا تستطيع حماية نفسها، فبالتالي يبقى دايما هو المندوب الوكيل الذي يحمي هذه الدول. نفس الكلام في مصر، صنع طائفة وصنع نخبة أو طبقة حاكمة هي الجيش وسيطرت على البلد كلها. فبالتالي القضية مش قضية شخص السيسي، قضية في تركيبة النظام المصري وبناء بنية ما تسمى يعني القوات المسلحة اللي هي مركز استمرار تبعية مصر وكل المنطقة للغرب. ايه دور مصر؟ مصر 100 مليون، اكبر قوة بشرية في المنطقة، وعندها تاريخ طويل وعندها كوادر كتيرة وليهم بعض المميزات المهمة، وموقعها الجغرافي السيطرة على البحر الأحمر والمتوسط نقطة حاكمة وتفصل بين الشرق والغرب وعلى حدود فلسطين. كل الأمور دي خلتها خزان بشري يستخدم في يعني الدافع به في أي منطقة كجيش يعني، وطبعا التجنيد الإجباري، استعباد البشر، استعباد الناس في مصر. والتجنيد الإجباري ده واحد من أكثر الأمور الخطيرة جدا يعني الميزة الاستراتيجية للجيش، علشان كده لو اتكسر التجنيد الإجباري انضرب بأي شكل بعصيان شعبي بأي حاجة، بس لازم نفكر في الكلام ده، الجيش ده لن تقوم له قائمة، لأنه بيعتمد في ما يقرب من 90% أو أكتر على المجندين بالتجنيد الإجباري. فانهيار منظومة التجنيد الإجباري بأي شكل هي انهيار لمركز الفساد والتدمير في مصر، لن يستطيع المقاومة. كلهم 40-50 ألف واحد ما لهمش أي وزن قدام الشعب المصري كله، ولا يقدروا يعملوا حاجة في وسط هذا الكم الكبير. فالتجنيد الإجباري في مصر واحد من الكوارث اللي احنا بنعاني منها. بيعمل بيه ايه؟ ليبيا، اليمن، سوريا، استعباد الناس في مصر، يعني قافل على الناس في مصر بالقوة التجنيد الإجباري ده بالجيش، مؤسسة الجيش، بيبعت قوات في كل مكان لضبط المنطقة، كمان بيستخدم الخبرة الأمنية القذرة اللي في مصر، اشتغل في الإمارات وفي السعودية وفي غيرها، وبعت النهاردة ناس المراقبين الجويين في السودان انهم يشغلوا مطار بعد العصيان المدني الشامل هناك. دي خطورة المكان ده، واستخدام الجيش بالكتلة الكبيرة جدا والتسليح الرهيب اللي موجود معاه في حروبه في المنطقة. فالحقيقة دور
خطير جدا ودور يعني مركزي في استمرار السيطرة على المنطقة. وأعتقد أن احنا لازم نركز في خطورة الجيوش في كل الجمهوريات. يعني بيحصل في الجزائر والسودان الجيش مبني هكذا, فلا أحد يثق في هذه المنظومة إطلاقا بأي شكل مهما عمل. لكن حل تدمير هذه المنظومات دكتور عادل, شوف هذا يعني طبعا لو هي المنظومة في فيروس معك في جسمك كل ما أنت بتحاول تتعافى بيصحى تاني ويرجعك تبقى موت سريري, حالة الموت السريري. ما هو برضو ربما يوصف بأنه سلاح ذو حدين. كويس, احنا يعني إذا انهار الجيش, طب ما انهارت الدولة تتبني تاني. الدول تبنى, ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية أبيدت تماما, فيش ولا جيش ولا شرطة ولا ناس ولا حكومات ولا أي حاجة, قدرت تبني. يعني فيش شعب, الشعب هو اللي بيستطيع بناء الدولة. الدولة ما بتبنيش شعوب, الشعوب هي التي تبني الدول. فأنت لو عندك فيروس بيدمرك. خلينا نقول برضو ان المؤسسة يعني فيها سلاح هاردوير ومباني وبتاع, دي بتاعة الناس محدش يعمل فيها حاجة, وفيها افراد وفيها قوانين منظمة وفيها عقيدة قتالية. مؤسسة الجيش عقيدة قتالية, قوانين منظمة للتعامل والاجراءات وغيرها, كل السوفت وير يعني, وعندك البشر والمعدات والاجهزة والمباني. دي حاجات مش هي الازمة, مش هي دي اللي بتتكلم عنها. بتتكلم على حاجتين, العقيدة وبتتكلم على الإجراءات المنظمة للتعامل بين الناس, طبيعة القوانين وطبيعة الأمور اللي بتدور المنظومة دي. دول لازم يتغيروا, ده هو السوفت وير اللي لازم يتدمر, الفيروس اللي لازم يعيد بناءه مرة تانية. والأفراد في أجزاء منهم لازم يتحاسبوا حساب عسير, لأن الخونة. يعني أنا أعتقد أن كل ما فوق رتبة مقدم هو بالضرورة يعني يطلع برا المنظومة خالص تماما, ونبتدي نبني المنظومة من جديد بقوانين جديدة بعلاقات جديدة. لأن إحنا الحقيقة إحنا تحت الاحتلال, دي الحقيقة اللي لو حد لسه مش شايفها عنده مشكلة, عنده أزمة. شوف كل الدول العربية, في أغنى من هذه الدول جزائر على سبيل المثال, واحدة من أغنى دول العالم مفروض يعني, وعدد سكان قليل ومساحة ضخمة جدا جدا, وبتطلع على 10 دول أفريقية حواليه على سبيل المثال. فين يعني؟ فرنسا المستعبدة الجزائر وكل الغرب الأفريقي في منتهى الغنى على حساب الناس دي. طب يعني وإذا كان في حد أمين وشريف من داخل منظومة القوة بيعمل إيه؟ بيدير الكلام ده إزاي؟ مصر واحدة من أغنى دول العالم, وأكبر يعني من يعني أكبر احتياطي ذهب وغيره, حاجات كتير. الرمل اللي بيصنع منه كل السيليكونز والحاجات الفيري هاي كواليتي بتاعه الالكترونكس والاي سيز والكلام ده, معظمه مصر منتجه كبيره جدا, بتبيع المتر المكعب $40 تقريبا, في الاخر بعد التصنيع بيوصل 10000 دولار. شوف حجم القيمه المضافه. طب انت ليه ما بتشتغلش في الكلام ده؟ عندك كوادر, كل الكوادر دي طالعه بره مصر, عشرات الالاف من كبار الناس اللي بتفهم طلعوا بره مصر. طب انت ما يعني لما رجعوا تاني حبس الناس, اترمت في السجون, تفسر ده ازاي؟ فاحنا تحت الاحتلال. فندير الامر بهذا الشكل, مؤسسه بايظه, السوفت وير بتاعها كله خربان, لازم يتغير, لازم تغير القيادات وتحاكم وتحاسب الناس المجرمه اللي دمرت البلد دي, مش بلد بس, كل البلدان العربيه الجمهوريات بالذات. وبعد كده نبني بلدنا من اول وجديد. هنفضل خايفين على الفيروس من انه يعمل لنا يعني عايش فينا وعايش جوانا ومستمر يدمرنا ويدمر اجهزتنا كلها؟ ما تشوف الاخلاقيات والسلوكيات بتاعت الناس على في مدى 60-70 سنه اللي فاتت وصلت لايه. شوف مستوى التعليم وصل لايه, شوف مستوى الصحه والمستشفيات والطرق وكل حاجه وصلت لايه, شوف الانفصال الطبقي وصل لايه. في ناس عايشه في مصر مش اكنها مش مصر تانية, ودول اللي يقول لك مصر جميله. طبعا مصر جميله, على الشاليهات والكومباوندز والعربيات الاخر موديل والفلوس اللي ملهاش حساب واستغلال الناس وسرقتهم وقهرهم, مصر جميله. لكن 70% الناس اللي مش لاقي تاكل, او 60% عشان ده الكلام اللي طالع من المنظمات الدوليه, 60% تحت خط الفقر. دول بيقولوا مصر جميله؟ مش دول اصحاب البلد؟ دول منتهكين ومحتلين. مصر فيها 10 مليون واحد هم اللي معاهم كل حاجه, هم دول بتشوفوا في المولات والتلفزيونات والبتاع, كل دول هم دول. طب والباقي فين؟ الباقي مش مهم. فدي ما يتقالش عليها بلد, والجيش ده ما يتقالش عليه جيش وطني ولا يتقال عليه حاجه خالص. ده هو وكيل احتلال بالوكالة. طيب كلام مش عارف يعني
ربما يكون كلام صادم او ما يبقاش يبقى مزعج، بس دي الحقيقة لازم نواجهها، وإلا نفضل ندور في الدوائر دي. هنقعد بقى نعمل وانقلاب تاني كمان 5 سنين ونرجع ونقول معلش وعفى الله عما سلف واحنا نبتدي ونفتح صفحة جديدة؟ هو ما بيفتحش صفحة جديدة، عنده شغل عنده عارف هو بيعمل ايه، يجي يرميك في السجن ويعمل لك انقلاب ويقتل لك 20-30 ألف واحد، بس المرة الجاية مش هيبقوا 30 ألف، هيبقوا 2 مليون. طيب فيما يتعلق بهذه العلاقات الواضحة مع الكيان الصهيوني، علاقات حميمية وفي تطور متزايد في هذه العلاقة، هل يحي ذلك بأنه فكرة تطبيق الصفقة أو ما يجري ربما الآن ليس تحت الطاولة وإنما فوق الطاولة اقترب على الانتهاء؟ يعني هل المنطقة مقبلة على شيء فعلا ربما يغير بشكل كبير ملامح هذه المنطقة؟ احنا ابتدينا فعلا، يعني اللي يشوف المشهد كله، لا المنطقة بتتغير تغيير شامل، واذا كانت الثورة او عمليات التغيير اوبشن او يعني حاجة ممكن تتعمل او لا بديل يعني من البدائل خيار، فما بقتش كده، دي بقت حاجة حتمية، لان كل العالم الروس والانجليز والطلاينة والفرنسويين وكل الناس شغالة لإعادة يعني توزيع الثروة تاني عليهم، تقسيم الغنائم يعني، واحنا جزء من الغنيمة، فهل هنقبل الكلام ده؟ هل هنفضل عايشين في بلادنا عبيد يعني؟ هل ده هو الحل الطبيعي ولا لازم نقاوم؟ فالحل هو المقاومة، يعني ما بقاش عندك بديل، لازم تقاوم. فالمنطقة بتتغير، سوريا بيحصل فيها تغييرات عميقة وعنيفة جدا، مصر نفس الكلام، منطقة شام فلسطين كلها، والعراق قبل كده الكارثة ابتدت من غزو العراق في 2003، الكارثة ابتدت في الوقت ده واستمر الانهيار بقى. اللي بيحصل في 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 السعودية ليس بسيط يعني، واليمن والهجوم من الجنوب والتدخل الإيراني واضطرار كل الإقليم انه يتدخل في المشاكل دي، الأتراك والإيرانيين، حرب عالمية دكتور عادل، هي ربما تكون بين قوتين الأمريكا والصين في حروب، بس احنا شكل الحرب او احنا في قلب الحرب، لكن الحرب مش بالضروره تكون بسلاح في البدايه، في صراع كبير مفتوح يعني ليه تفاصيل كتيره ومدخلات كتيره جدا، منه جزء عسكري واقتصادي ونفسي والقتل بلا حساب في اللي بيحصل في ضد حتى المسلمين في حتت كتيره والتضييق الشديد عليهم، في حاله من الفوضى في العالم، و يعني المقدمات حتى بعض الناس قالت ان المقدمات الاقتصادية هي بالضبط ما قبل الحرب العالمية الاولى، يعني حالة التوتر دي بتشير ان في ربما يحصل حاجة فجأة، طبعا في تراكم، لكن يعني الحرب العالمية الاولى ما كانتش بسبب رصاصة ضد امبراطور النمسا او ولي العهد، لا يعني ليه حاجات كثيرة، بس دي كانت القشرة التي قسمت ظهر البعير يعني، فربما تحصل اي حاجة تؤدي لاندلاع يعني صراع كبير. فكرة التساؤل عن سياسة النظام المصري من القضية الفلسطينية، هل هو ثابت؟ هل هو متغير؟ هل هو كان له شكل وملامح في السابق والآن له ملامح متغيرة، أم أنه ثابت وربما تتغير بس على يعني ما يطفو على السطح؟ لا، أنا أعتقد النظام المصري من البداية معادي للقضية الفلسطينية، معادي الفلسطينيين ومعادي المصريين، سقف اللي بيحصل مش قراره، ده قرار بيجي من أصحاب المفاتيح مش قراره هو، فحسني مبارك كان ده سقفه وليك الحتة دي تاخد فيها القرار اللي انت عايزه. موضوع الأنفاق مثلا على سبيل المثال، كان حسني مبارك كان رافض انه يقفله من الجانب المصري، دلوقتي لا، الموضوع في مرحلة ما بعد 2013 الموضوع مختلف عفوا، فبالتالي لا، المساحة المحدودة اللي اتحرك فيها اتغيرت، انت مضطر لازم سينا تفضل بأي شكل، لازم الفلسطينيين يضايق عليهم، لازم تزود في حصار غزة قبل كده، فهو مجرد آلة أداة في منظومة كبيرة هي اللي بتديره. علشان كده كل الحكومات العربية والأنظمة العربية لا يمكنها فعلا انها تكون يعني في صف شعوبها، عشان كده بنية الأنظمة لازم تتغير، مش بس الناس، يعني انت لو بنفس التركيبة دي ودخلت ناس تانية مش عارف اعمله حاجة، المكنة نفسها فيها مشكلة، اللي واقف عليها مش عارف غير حاجة، فلازم طريقة التعامل وبنية السلطة والنظام والدولة تتغير.
وده موضوع صعب جدا. كلام نظري سهل لحضرتك، ده موضوع صعب جدا بس ممكن يتعمل، وما عندناش بديل على فكره. يعني القضيه برضه مش مش اوبشن، مش خياريه، فلازم الشعوب تشتغل على الكلام ده. على فكره الشعوب قادره على فعل الحدوته دي، بس في جدار الخوف والبطش الامني والاستبداد وتغييب العقل، كل دي عناصر. هو ايمانها بالفكره اصلا اعتقد غير موجود بهذا الشكل. صحيح دكتور. صحيح. ما ليه الايمان بالفكره مش موجود؟ لانه تحت ضغط اقتصادي كبير جدا، عبوديه اقتصاديه. في جزء من الناس بقى يعني في عبوديه اختياريه كمان. الجزء الثاني ان هو في تغييب العقل، يعني بيصنع له عدو وهمي وبيغيب عنه العدو الحقيقي. الجزء الثالث التدجين المستمر، اجيال عماله تدجن عشان تفضل عايشه ومبسوطه وفاكره انها كده محققه حلمها انها في الحياه، رغم انها فعلا مستعبده. فكل العناصر دي بتخلي في صعوبه ان انت توصل الفكره دي، حواجز غير جدار الخوف طبعا اللي عاملاه الدوله بالبطش الامني اللي بيتكلم بيخش السجن يعني. فازاي الفكره دي توصل للناس، وازاي الناس يقدروا يبنوا نفسهم ويكسروا كل الحواجز دي؟ ده موضوع طويل. انت بتتكلم على 100 او 100 سنه او اكتر في بناء المنظومه العبوديه دي. فانت عايز تكسر منظومه العبوديه، تكسرها ازاي؟ معاك تشتغل محتاجه 100 سنه تاني عشان تكسر. لا ربما لا، لان هو جيل واحد، جيل واحد يطلع بره، مش لا هو بياخد كذا جيل عشان يوصل من احرار لمجموعه من الناس اللي عايزه تعيش وخلاص، كذا جيل. لو قدرت تنشئ جيل حر تاني، جيل منفصل حر في ظل طفرة الاتصال وفي ظل القدرة على الكلام الواسعة، مبقاش في حد دلوقتي يقدر يمنع حد، فبالتالي ممكن بسرعة. فاحنا طب بس الكلام ده برضو مش بتاع سنة واتنين، يعني محتاج ان انت تستمر في ال- 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 الوعي ده والادراك ده ومش بس الادراك، انت كمان تبني منظومات شعبية، تبني الشعب هو اللي يعتبر نفسه الجيش والدولة والسلطة والقضاء والاعلام والتعليم، يعتبر نفسه كده، يدير نفسه بنفسه. ده موضوع كبير ومحتاج كلام كتير جدا ومحتاج شغل كتير، بس ما عندناش حل تاني، لان الدوله بقت دوله معاديه، منظومه الدوله ربما يقول احد انه هذا غير عملي وانه الشعوب بطبيعتها في الوقت ده فوضويه، يعني مش تقدر تنظم نفسها. صحيح، ما انت عايز تعملهم كده يعني، هي دلوقتي ما بتعرفش تعمل كده صح، بس ازاي نتعلم نعمل الكلام ده؟ ما حصل الكلام ده في حتت كتيره، يعني كان في تاريخ في الحدود، تاريخ في النضال والمقاومه، تاريخ مش بعيد قوي، كان حصل في ايران، حصل في فيتنام، وحصل في الستينات في حتت كتيره في امريكا الجنوبيه. فشل ونجحه مش مهم، بس ده تقدر تعمله. هتخش في معركه بعد كده مع هتنجح مش هتنجح الله اعلم، مش عارف، بس انت لازم تخش في عدو قدامك، لازم هتعمل ايه؟ في حل ان انت تقول لا مفيش عدو، انا كويس الحمد لله، اوكي يعني انت حر بقى، انت بتخدع نفسك علشان تحط نفسك في المكان الامن، تمام مفيش مشكله، براحتك، هتعيش مش هتعيش، هتبقى عايش كويس عايش قرارك، لكن الحقيقة ان في عدو لو شفته اشتغل معاه، لازم تعمل معاه كده، لازم تبتدي تبني نفسك علشان انت صاحب الارض وانت صاحب الثروة وانت صاحب كل حاجة. فده محتاج شغل طويل، ومحتاج كمان ان في يعني نوع من ان كل الميديا وكل وسائل صناعة الوعي تبقى مؤمنة بالكلام ده وتشتغل عليه. هي وجهات نظر مختلفة. نعم صحيح يعني. صحيح، بس هذا ما نراه صحيحا، يعني ان كل الشعوب اللي وصلت لمرحلة الاستعباد دي، انا عايز اقارن بين شعب مصر يعني 90 مليون واحد، في حوالي 60 مليون تحت خط الفقر، ده تقارير دولية، فقراء احنا بين 104 تقريبا دلوقتي يعني. تمام اللي جوه مصر يعني تقريبا اللي جوه مصر 60 مليون واحد يعني في تحت خط الفقر. الناس دي لازم تشوف حل في حياتها، ولا هيولدوا كمان ولادهم الجيل اللي جاي واللي بعده يبقى 90 مليون مثلا؟ ايه الفرق بين ال 60 مليون دول واللي كانوا عايشين ايام سبارتاكوس على سبيل المثال؟ ايه الفرق يعني؟ ما الناس التانيين كانوا بيشتغلوا وبياكلوا ويشربوا وعايشين. ايه الفرق بينهم وبين الافارقه ال 200 مليون اللي راحوا امريكا في ايام تجاره العبيد؟ ما هو الفرق يعني؟ مفهوم الحريه عنده ايه؟ ان هو بيروح الشغل يدفع كل فلوسه وكل مرتبه في انه يروح الشغل ويرجع ياكل وياكل ولاده، ما يقدرش ينزل الشارع عشان ما هوش ثمن التذكره بتاعه المترو اللي دفعها. فانت دخلت في عبوديه، مرحله عبوديه بشكل جديد، شكل لطيف يعني،
وقبل كده كانت في مسؤولية أخلاقية حتى في الراجل اللي في الإقطاعية عن الناس الموجودين معاه, مسؤولية أخلاقية لأنهم بتوعه. دلوقتي مفيش مسؤولية أخلاقية, تروح الشغل تاخد المرتب اللي هو ما بيقضكش وبترجع تاني, والربح كله بيروح في حتة معينة وانت بتشتغل بس عشان يعني تسرفايف. هو بيديك الفلوس عشان تفضل عايش تقدر تروح شغل تاني يوم. لو هيلاقي روبوت مكنة تعمل الكلام اللي تعمله هيرميك في الشارع. فانت في منظومة عبودية, هل هتستمر كده؟ الناس حاربت زمان وقتلت ونضلت ودخلت في معارك كبيرة عشان يعيشوا احرار. فانا اعتقد ان احنا بقى في ضرورة حتمية للنضال ضد الأنظمة الموجودة, حتمية, مش علشان رفاهية ولا عشان نعيش أحسن, لا عشان نعيش بس, عشان نعيش نتحرر من شكل من واحد من أشكال العبودية اللي احنا عايشين فيه. مجهودات النظام بالتحديد نظام السيسي في ما يسمى إنهاء الانقسام الفلسطيني, يعني النظام ربما يظهر بشكل أنه يرعى فكرة إنهاء الانقسام أو يرعى بعض الهدن ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين الكيان الصهيوني. هذا شكل أو جانب من جوانب التدخل المصري في الشأن الفلسطيني بالتحديد. هذا الجانب يبدو على ما يبدو أنه جانب إيجابي, أنه هو بيتدخل الآن لإنهاء الانقسام أو بيتدخل لفعل هدنة ما بين الكيان الصهيوني وبين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, مما يخفف عن قطاع غزة المأساة ويخفف عنها المعاناة. هذا وجهة نظر البعض, كيف ترى هذا الأمر؟ هو الانقسام الفلسطيني بين حركة فتح وحركة حماس. حركة فتح احنا شايفين بتعمل ايه, يعني هي عايزة ما عندهاش مشكلة في حاجات كتير جدا, يمكن محمود عباس شوية يتكلم عن صفوة القرن بشكل سلبي, لكن في النهاية ما عندوش أزمة مع الصهاينة, تعمل معاهم بشكل طبيعي يعني. لغاية فين الله أعلم, مش عارفين. هو بينسق تنسيق أمني كامل يعني. يعني الناس بتدخل وبتطلع يعني قاعدين في بيتهم يعني. وحماس هي واحدة من نماذج المقاومة العظيمة في التاريخ. تخيل أنت زي في مصر كده, في ناس عايزة تجيب الثورة مع الثورة مضادة, يقول لك إحنا نبقى مع بعضين. طيب نفس الكلام, وعايز يجيب حماس نموذج المقاومة مع نموذج الانبطاح, الاثنين مع بعض لما بيحصل ده مين الأقوى؟ مين اللي عنده الاعلام, ومين اللي عنده يعني المسانده الدوليه, ومين اللي من وجهه نظرهم هيبقى في مصلحته. مجرد ما فتح تدخل غزه هيخضع على المقاومه ويخضع على حماس بحاجه كتير. هم قالوا السلاح, مفيش حاجه اسمها سلاح, مش حاجه اسمها المقاومه, مفيش الكلام ده. هيتذبحوا ويتقتلوا ويدفنوا وتسلم غزه كما سلمت الضفة للتنسيق الأمني الصهيوني, ويقضي على المقاومة قضاء مبرما. ونرجع 20-30 سنة لورا أو 40 سنة لورا قبل حماس ما تصل. فده مفهوم التوافق عند الأنظمة العميلة اللي هو النظام السيسي واحد منهم, نظام عميل. نفس الكلام فكرة المطلوب إيه من المقاومة في غزة, أنها تستسلم للصهيون, أعملوا ما عايزين. كده تتفتح بقى المعابر وتبقى جميل يعني. زي بالظبط ما السيسي عايز الناس اللي مش رافضه الانقلاب العسكري ورافضه النظام في مصر ومصر على استكمال الثوره, انها تقول له خلاص احنا ايه استسلمنا, خلاص مش هنعمل, خلاص انت رئيس جمهوريه ومعترفين بيك, ويرجعوا مصر ويرجعوا وظائفهم وياخدوا فلوسهم كل حاجه. ففي ثمن لازم يدفع, في ثمن لازم يدفع. فهل انت عايز تدفع الثمن ده؟ انت قابل بيه؟ خلاص فتح قبلت بيه لكن حماس مش قابله بيه, فبالتالي هم على طرفي النقيض, ما ينفعش يتجمعوا مع بعض تاني, لان التجميع دي هتدمر الطرف الاضعف اعلاميا واللي ما عندوش دعم دولي وغيره يعني, وهيضرب من الجميع في اللحظه دي بمجرد دخول فتح الى غزه. لكن فكره رعايه هدنه او وقف للتوتر ما بين الكيان الصهيوني وبين المقاومه في قطاع غزه, طبعا هي ليها ده اجراء ناتج عن صراع عسكري او يعني احتمال وجود صراع عسكري, وده ما فيهوش مشكله يعني. اي حد في المحيط الاقليمي ممكن يعمل الكلام ده وغيره, هو بيعتمد حقيقه مش على التدخل المصري, بيعتمد على توازنات القوه يعني. لو الصهاينه شايفين ان غزه ليه تتاخد في ربع ساعه ولا يسمعوا كلام حد ولا مصري ولا امريكا ولا اي حاجه, هياخد يقتحل القطاع.
لكن هو دايما التفاوض مبني على توازن القوة. ولو ما فيش توازن للقوة ما يبقاش تفاوض بقى، يبقى اسمه إذعان. حتى الآن المقاومة في غزة قادرة على التفاوض، وأحيانا الصهاينة اللي بيطلبوا إنهم يتفاوضوا معهم عشان بيتحطوا في 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 نقطة. وأحيانا كثيرة يستنجدون ربما بنظام السيسي بالضبط توقيع هدنة للتخفيف، نعمل هدنة. أولا بيكسب وقت، بيحاول يخترق منظومة المقاومة، وفي نفس الوقت هو ما يقدرش يعمل حرب طويلة، عنده مشكلة كبيرة جدا، بيقفلوا البلد خالص، عدد السكان قليل، كل الجيش احتياط، ما يقدرش يعمل الكلام ده، فبالتالي بيلجأ إلى الحل التفاوضي. فالحقيقة دي ميزة بتؤكد إن في توازن قوة بين المقاومة في حماس وبين الكيان الصهيوني. طيب نخرج لفاصل قصير ثم نواصل معك دكتور عادل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. مسيرة تانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من المشهد كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أهلي، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ شتان وأكبر معوق لحركة قالت إيش بحنا وثلاثة سبعة قالت قتل إيش دولة حقيقية. مسيرة تانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من المشهد كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أهلي، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ شتان وأكبر معوق لحركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود وأرحب بضيفي المهندس عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. مهندس عمرو أهلا بك مرة أخرى. أهلا بحضرتك. ننتقل ملف الآخر في حلقتنا الليلة مشاهدينا الكرام معكم، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية تفعيل المرحلة الأولى الخاصة بالتأشيرة الإلكترونية، والتي شملت 46 جنسية ممن كان يسمح لهم بالحصول على تأشيرة اضطرارية للوصول إلى مصر. أوضحت الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك يأتي في ضوء خطتها لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة. أشارت إلى أن هدف هذه التسهيلات تشجيع حركة السياحة في مصر وتيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفق الاستثمار. هذا ما أعلنته وزارة الخارجية بعد يوم تقريبا من فكرة منح الجنسية المصرية والتأكيد على هذا الأمر وإقرار هذا الأمر في ما يسمى البرلمان، مقابل 10,000 دولار ومقابل استثمار وتملك عقار، وهي أرخص جنسية مع الأسف الآن في العالم. في أي إطار يأتي هذا الأمر ربما بعد موضوع الجنسية اللي هو فكرة التأشيرة الإلكترونية؟ أنا أعتقد أن الموضوعين شوية ممكن نفرقهم عن بعض. يعني هو الإجراء نفسه ممكن يكون جيد عشان تزود عملية تدفق السياح وغيره، بس هو في كذا سؤال. إيه المجال السياحي بتاعك أو القطاع السياحي؟ إيه حجم التطور فيه؟ شغال إزاي؟ وهل مصر من البلاد الآمنة والمستقرة علشان زيادة السياح فيها هتبقى متوقعة فأنت بتعمل الكلام ده؟ هل الـ 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 هل النظام نفسه حجم الفساد اللي فيه اللي هو قادر على ابتلاع أي حاجة موجودة في البلد بقى نظام محترم ومستقر؟ هل إجراءات البيروقراطية اللي موجودة في مصر محترمة ومنظمة بحيث أن أنت تشجع الناس أنها تشتغل وتستثمر؟ هل في ثقة في نظام مصري بيستعبد شعبه بقوة السلاح؟ هل في ثقة في الاقتصاد المصري مع حجم الديون الكبيرة اللي موجودة؟ هل طبيعة الشعب المصري الآن تسمح بتدفق سياحي؟ أنا على فكرة القاهرة زي اسطنبول، جميلة جدا، في حتة ممتازة ممكن تبقى، يعني احنا بنروح هنا للأماكن السياحية القديمة، أعتقد القاهرة أثرى من كده بكتير، أكثر ثراء، ومع ذلك مفيش حد بيروح الأماكن دي لأنها متدمرة متسابة. الأثار اللي في مصر بامتداد كل العصور أكبر دولة في العالم، بس حجم السياحة فيها محدود. إيه السبب؟ بنية أساسية تعبانة جدا، حتى الطرق الجديدة بتتعمل بتتكسر،
ما بتستحملش شويه مطر بيغرقوها من الفساد. في تعفن داخل اجهزه الدوله المصريه. فالكلام ده كاجراء لوحده لما يقص يبقى فيه مشكله، لازم نشوف الحدوته كلها ماشيه ازاي. فمصر دوله مش مشكلتها التاشيرات، مش دي المشكله، مش دي اللي هتحل الازمه. اللي هيحل الازمه ان انت تمنع الفساد. يعني تقدرون انه عامل مساعد لتشجيع الناس بالظبط، اجراء مساعد، لكن مش دي الفاونديشن، مش دي الارضيه اللي اتبني عليها يعني مجتمع سياحي قوي. مش دي الارضيه دي، الناس تيجي شرم الشيخ بعيد عن مصر، مش مصري، حته منفصله بعيده خالص، تريبتك طيران بيروح ويجي، تروح اماكن محدده. لكن مصر الواسعه دي مش مدروسه سياحيا، ولا في حد مهتم بالموضوع، فمش دي اللي هتزود معدلات السياحه. حادثه واحده نتيجه الفساد السياسي اللي في مصر والاستبداد والقهر والظلم، اي حادثه بتبوظ الكلام ده كله، ترجعك 4-5 سنين، فمش هي دي اللي هتحل. فخلينا لازم نفكر ان الموضوع مش موضوع سياحه، مش ده السبب. هل بيسهل دخول ناس هو عايزهم يدخلوا البلد في توقيتات معينه بشكل سهل؟ الله اعلم. يعني لا سياحه ولا استثمار، يعني هو هدفه هنا حاجتين، جذب السياح وايضا جذب الاستثمارات. ما هو جذب السياح محتاج منظومه كامله سياحيه على الارض تجيب بيها السياح، اولا دي مش موجوده. نعم. الاستثمارات لازم يكون في ثقه في الاقتصاد وثقه في المؤسسات القضائيه اللي هي اسوأ ما يمكن في العالم، وثقه في الـ 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 النظام السياسي. ودول في مجلس الشعب في مصر، ازاي حد هيجي مصر في بنيه تشريعيه فاسده وبنيه قضائيه فاسده هيعمل ايه؟ لن يشعر باي امان. طبعا هو ممكن يجي اموال ساخنه، اموال في البورصه يبيع ويكسب ويشتري وياخد فلوس ويطلع بره، لكن يجي يستثمر ويحط مليارات او ملايين في الارض لا يمكن يعمل الكلام، مش حد عاقل يعمل الكلام ده. واجبن حاجه راس المال، جبان جدا، اي توتر يقول لك انا طب انا ليه ما انا اجي اروح ماليزيا، اطلع على البرازيل، اروح في حته امنه، ايه اللي خليني اجي مصر يعني؟ روح الصين، ما فيش داعي اجي مصر، مفيش مبرر. الاقي فلوس كلها راح افريقيا الغنيه جدا دي، وليه ما حدش بيستثمر فيها غير ناس ليه علاقات بالسلطه؟ نفس الحدوته، ما غنى فاح يعني فادح، لكن الفساد اللي موجود في بعض الدول ابتدت تتحسن على فكره، لكن لا زالت بعض الدول فيها مشاكل، فما حدش بيستثمر فيها. ففكره الاستثمار مرتبطه بالبنيه بنيه الدوله القضائيه والتشريعيه، وان يبقى فيه امان اقتصادي، وده مش موجود، وسياسي طبعا ده مش موجود. موضوع السياحه محتاج حاجات برضو امان، ومحتاج بنيه معينه ونمط معين، ده مش موجود. لما يوجدوا نتكلم انا دي حاجه خاصه بالسياحه، لكن دلوقتي ربما يكون في هدف تاني احنا مش عارفينه، او هي ناس مش فاهمه حاجه، بتعمل اي حاجه وخلاص، بتعمل اي منظر. يعني زي ال 10000 دولار دول، يعني ايه يعني مش فاهم ايه الجنسيه ب 10000 دولار؟ وبعدين برضو انت عايز تدي جنسيه لمين؟ يعني مين اللي هيجي ياخد جنسيه ب 10000 عشان يعمل ايه؟ ايه الفايده اللي بياخدها المواطن المصري غير انه بيتبهدل وبيتذل وبيترمي في السجون؟ يعني ايه الفايده اللي بياخدها؟ انا عايز اجي استثمر في مش محتاج اخد الجنسيه، يعني انا معايا 10000 دولار مثلا، هاجي اخد بيهم الجنسيه المصريه ليه؟ ايه الداعي يعني؟ ايه اللي انا هستفيده؟ ولا انت عايز تجيب ناس معينه ياخدوا الجنسيه المصريه؟ ماذا تقصد بناس معينه يا دكتور عمرو؟ ناس معينه عايز يعني يدخل يغير التركيبه السكانيه في مكان معين، عايز يدخل ناس معينه يديهم الجنسيه المصريه لهدف ما بعد كده الله اعلم، يجيب الصهاينه يشتروا حته اراضي ويقول لك دي ارضنا واحنا مصريين، ولا حد عارف حاجه ولا حد دريان بحاجه، ياخدوا اسامي عربيه ويطلعوا باسبورات، مش عارفين احنا مش عارفين. عندنا مشكله في الشفافيه، في ازمه ثقه كبيره، فبالتالي كل الاحتمالات مفتوحه. لا هو مفيش ثقه، مش في ازمه ثقه، مفيش ثقه اصلا بين الـ 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 بين الـ 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 في حد فاصل بين السلطه دي دوله. يعني علي الحجار لما قال انت شعب واحنا شعب عنده حق، ما كدبش يعني، هو بيقول الحقيقه. هم ناس عايشين في دنيا تانية، البلد بتاعتهم بيعملوا ما عايزينه، وفي 80-90 مليون واحد ولا عارفين اي حاجه، ولا عارفين فلوس البلد بتروح فين، ولا قرارات البلد شكلها ايه، ولا البترول والغاز والثروه بتروح فين، ولا ايه القرارات السالت، ولا عارفين معاهده كامب ديفيد بتتكلم عن ايه. تخيل مش حدش عارف. لما الجيش المصري بيروح في حتت ما يسمى يعني الجيش المصري ما نبقاش عارفين، بنفاجئ بعد كده. النهارده حد كاتب ان كان في مستشفى مع القوات الامريكيه في افغانستان، احنا ما نعرفش الكلام ده من زمان يعني. مش عارفين القوات الامريكيه اللي كانت بتعدي من قناه السويس ايام غزو العراق، الجريمه اللي مصر عملتها في حق العراق وفي حق الامه كلها، ما كانش حد، كانوا بيقفلوا القناه من ناحيتين عشان يظلموا الدنيا وبتاع وطوارئ وبيعدوا الناس عن القناه علشان السفن الامريكيه تعدي. فاحنا عايشين في ولادنا مش عارفين ايه اللي بيحصل يعني، فدي حاجه، فما فيش ثقه،
فربما الإجراءات دي برضو يعني يكون لها أهداف تانية غير المعلنة تماماً يعني. طيب دعنا نشارك معنا عبر الهاتف دكتور مختار كامل المحلل السياسي المصري معنا. دكتور مختار أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. فيما يتعلق بما أعلنته وزارة الخارجية المصرية هو تفعيل المرحلة الأولى الخاصة بالتأشيرة الإلكترونية شملت 46 جنسية ممن كان يسمح لهم بالحصول على تأشيرة اضطرارية للوصول لمصر. الخارجية قالت أن هدف هذه التسهيلات تشجيع حركة السياحة من ناحية، ومن ناحية أخرى تسير إجراءات دخول رجال الأعمال لزيادة حركة التجارة وتدفق الاستثمارات. في أي إطار تأتي هذه الخطوة من وجهة نظر حضرتك دكتور كامل؟ هو يعني للأسف أنا ما قريتش بالتفصيل القرار اللي حضرتك قلته دلوقتي. نعم. أنت بتقول إن في 46 جنسية، أنا ما أعرفش مين ال 46 جنسية دولت. وبعدين بتقول لي لم تعلم بالتفصيل أصلا، يعني حتى هم ذكروا إجمالا هذا وزارة الخارجية المصرية ذكرت إجمالا 46 جنسية. والله إذا لم تعلم بالتفصيل يبقى كلام ناقص، لأنه يعني هو الشعب آخر من يعلم. إذا حضرتك كحكومة بتقول لي في 46 جنسية، طب قول لي مين الجنسيات ديت؟ هل منهم مثلا هل منهم جنسية إسرائيل مثلا يعني؟ نعم. هل منهم مثلا حد من جنوب إفريقيا؟ هل في تفضيلات معينة؟ وبعدين المستثمرين دول ايه يعني؟ ما هو انت حضرتك لما بيكون في مستثمر، المستثمر ده ايه؟ هيجي اللي يفتح لك محل بقاله مثلا بثلاث تعريفه، ولا انت عايز المستثمر اللي معاه 100 مليون، ولا اللي معاه مليار، ولا ايه بالظبط؟ نعم. اذا كان الكلام كده يبقى ده مش محتاج فيزا ولا بتاع، ده كاتيجوري خاصه، ان انت بتحط لي جدول بالاستثمارات المطلوبه والحجم الحد الادنى. يعني هنا في امريكا مثلا بيقول لك انت لو حضرتك جاي مستثمر وعايز تشغل ناس وعندك مشروع، قدم لي الفيزيبيليتي ستادي بتاعت المشروع، واثبت لي معاك كام، واثبت لي ازاي انت هتشغل عدد من الامريكان، وازاي ده هيخدم الاقتصاد الامريكي. فاي واحد حضرتك حضرتي حضرته عايز ياخد الجنسيه الامريكيه مثلا ويقعد في امريكا وعنده ربنا رزقه بالفلوس الكافيه والقدره على انه يعمل مشروع هياخد الفيزا. فين بقى المقابل ده عندي انا لما تيجي تقول لي المستثمر؟ طب انا تعرفني ده مين بالظبط يعني؟ يعني ايه مستثمر بالظبط؟ فمش قادر اعلق طبعا على السؤال بتاع حضرتك. يعني تقصد بانه هذه الفاظ فضفاضه تحمل معاني كثيره غير محدده؟ بالتاكيد، وملهاش اي معنى. ويعني كلام مش يثير الشكوك باختصار يعني. طب هذا فيما يتعلق بجزئيه تدفق الاستثمار كهدف من أهداف الدولة فيما يتعلق بمنح التأشيرات الإلكترونية، لكن فيما يتعلق بالهدف الثاني مما أعلنوه يعني أعلنوه فكرة تشجيع حركة السياحة في مصر، هل ترى بأن هذه الخطوة فعلا يمكن أن تشجع حركة السياحة وأن تجذب السياح إلى مصر بعد فترة ركود دامت أكثر من 7 سنوات الآن؟ لا انا برضو يعني مضطر ان انا اتشكك في هذا الكلام، ومضطر اسفا لان انا ما احبش ان انا اتشكك في حاجه زي كده، لكن مضطر. انت حضرتك بتشجع السياحه على انك بتدي 46 جنسيه معينه ما قلتليش عليها عشان تشجع بيها السياحه؟ نعم. مين بقى الجنسيات ديت يعني؟ هل مثلا هو مين اللي بيجي يصرف؟ اللي بيجي معاه فلوس بيجي اليابانيين والاوروبيين والامريكان قليل جدا، دول الامريكان بيخشوا عادي جدا. مين اللي هو محتاج لفيزا خاصه الكترونيه عشان تشجعه سياحيا؟ اعرفه لما اعرفه اقدر اتكلم، انما غير كده برضو للاسف كلام يثير الشكوك لانه مفيش معلومات كافيه. وفكره ان هو يجي بعد برضو كلام اخر عن مثلا جماعه بتوع غزه واللي هيشتري الجنسيه، ولما يشتري الجنسيه يبقى له الحق انه يتملك، وبعدين ما قبلها مش عارف باسبوعين مش عارف مين من الكويت هيبقى يعامل معامله المصريين ويشتري اراضي على حسابه. ده كلام فارغ. لا، وكلام في منتهى الخطوره. هو فلسطين بعد بالشكل ده. لكن هو كاجراء عامه فيما يتعلق بتنشيط حركه السياحه،
هل لتنشيط حركة السياحة يحتاج مثل هذه الخطوة، أم أنه السياح يمكن أن يأتوا إلى مصر بخطوات أخرى بعيدة عن فكرة المنح الجنسية؟ ما هو مكان قبل الثورة وقبل الانقلاب العسكري كان في سياح، وبالتحديد قبل الثورة كان في سياح بيجوا مصر بدون التأشيرات الإلكترونية، يعني غير محتاجين أن الأمور تبقى مسهلة في التأشيرة يعني. ما هو ده أحد برضو الأسباب أو النقاط اللي ممكن الواحد برضو يتشكك فيها. هي عموما بشكل عام أنت حضرتك لما تسهل الإجراءات وتقول لي والله أنا بسهل على الناس بدل ما هم يروحوا القنصلية ولا يبعثوا بالبريد، ده أنا هعملها لك، ده كلام عظيم جدا، ده ممتاز ورائع، بس ممتاز ورائع في إطار معين. يعني هذا مثلا لا ينطبق على الأمريكي، لأن الأمريكي يقدر يخش على طول، لا ينطبق على الخليجي والعربي بشكل عام، لأن العربي بيجي بيخش على طول، الأردني مش محتاج تأشيرة مثلا يعني. عشان كده بقول لحضرتك أنه بدون المعلومات الكافية مين الـ 46 دولة يصعب جدا أن الواحد يحكم. بالنسبة بقى لتنشيط السياحة، أنا مشكلتي في السياحة مش بس مشكلتي الفيزا والبيروقراطية، أنا مشكلتي في السياحة أولا عدم الاستقرار السياسي، دي مسألة يعني لها اليد الطولة والأولى، أدي أول نقطة. النقطة الثانية، أنت عندك الانفراستراكشر بتاع السياحة ما هوش مظبط، يعني حتى في أيام 30 سنة الراكدة بتاعت الأفندي حسني مبارك، ما هذه 30 سنة ما حصلش فيها تقدم في البنية الأساسية بتاعت السياحة، ما حصلش فيها. شوف يا أخي منطقة الهرم ده، أنت تروح الناس تقعد الشحاتين والبتاع والجمال والريحة الوحشة، ده الهرم يا جماعة. فيعني أقصد أقول لحضرتك أنه تنشيط السياحة لا يتأتى بمثل هذه الإجراءات الصغيرة. صحيح هذه الإجراءات لو صحت النية فيها وصحت الأساليب بتاعتها والأهداف منها واتنشرت على الناس قد تساعد، جميل، بس دي مساعدة ضئيلة. المساعدة الأساسية هي أولا استقرار سياسي داخل البلد، وثانيا أن يكون في وعي سياحي، أن أنت بتدرب الناس، بتشيل الجماعة اللي بيضايقوا السياح من مناطق زي الهرم زي البتاع. إيه العلاقة بين الجمال والخيل وبين الهرم؟ مش فاهم. ما تحط بتوع الجمال والخيل في حتة بعيد، واللي عايز يروح يركب جمل ويركب حصان يروح يركب بتاعة الجمل والحصان، إنما تحطوليش جنب الهرم. ده أحد الهبلات اللي إحنا بنعملها يعني. نعم، وصلت هذه الفكرة. شكرا جزيلا دكتور مختار كامل، المحلل السياسي المصري، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود إليك مرة أخرى دكتور عادل فيما يتعلق بمحكمة الطعون العسكرية، رفضت الطعون المقدمة في القضية المعروفة عالميا بأحداث الهرم وتفجير سفارة النيجر مع تثبيت الأحكام على المتهمين. أيدت المحكمة حكم الإعدام على معتقل حاليا وهو محمد جمال الدين مصطفى، والسجن المؤبد للمعتقل سارة عبد الله عبد المنعم، بالإضافة إلى معتقلين اثنين آخرين، والسجن 10 سنوات على 12 آخرين بينهم رئيس حزب الفضيلة محمود محمد فتحي، والسجن 5 سنوات على 5 آخرين، والسجن 3 سنوات على 13 وبراءة 8. أصبحت هذه الأحكام نهائية باتة لا طعن عليها بعد انتهاء مراحل التقاضي. إذن تثبيت أحكام من أو تأييد أحكام من محكمة الطعون العسكرية. أيضا محكمة النقد امبارح ثبتت أحكام على عدد كبير، 490 منها أحكام مؤبدات و15 سنة و10 سنوات وما بينهم حدثين أيضا. يعني لماذا يعني تزايد هذا الأمر في هذه المرحلة بهذا الشكل التوحشي أو الوحشي؟ لا، والتوحش من زمان موجود من ساعة الانقلاب العسكري. يعني حقيقة كنت بستغرب جدا من بعض الزملاء أما كبت حكم الأحكام اللي كبت تتقال دي، إعدامات ومؤبدات وكلام، عصر محكمة نقض يعني. أكيد هتحللنا المشكلة يعني، النقض غير ملوث، ده كان كلام بيتقال في وإحنا واثقين في مش عارف إيه. ادي محكمه النقض، يعني ماذا فعلت محكمه النقض في القضاء؟ ما هو انت بقالك 60 سنة بتبني الانظمه، بتشتغل، بتبقى يعني خلاص بتسيطر عليها. فمحكمه النقض زي محكمه استئناف القاهره، زي محكمه استئناف منصور، اي حاجه، اي دائره محكمه، كلهم في منظومه واحده.
والمشكلة ان في الانظمة المركزية طب ببساطة تحط رئيس محكمة واثنين قضاء ورئيس محكمة واثنين قضاء مش عارف ايه، انت بتظبط الزون وبتخوف الباقي، فهي دي الخطورة، وبتعمل دوائر خاصة بيك وبتشتغل، والناس الشريفة خليها تشتغل بقى في القضايا بتاعت الإيجارات والطلاق والحدوتة دي، هي مش مهم، مش دي مش قصته، المهم المناطق اللي ليها علاقة بقبضة السلطة لازم تبقى تحت السيطرة، وده اللي نجحوا فيه. فبالتالي المنظومة القضاء ما فيهاش أمل، والكوميديا إن العسكري والمدني بيقضوا بعض، يعني كنا زمان الناس تتريق على الحكام العسكرية ودي مش عارف إيه والقانون ولازم تخضع لمحكمة النقض، طلع ما فيش فرق بمحكمة النقض ومحكمة القضاء العسكري بعد الانقلاب العسكري، هي الدولة بكل مؤسساتها واخدة موقف صارم جدا في الصراع مع أي محاولة تحرر، هم أصحاب البلد، حتى لو عارف إنه بيظلم مش مهم، أنا بظلم من مصلحة البلد اللي هي شايفها بتاعته مصلحته، بس بيحط عنوان مصلحة البلد. فلا أمل في أي جهاز، بس بقى الناس تقول إيه في شرفاء في القضاء، أفضل ما في شرفاء في القضاء، في شرفاء كتير في القضاء، وفي شرفاء في الجيش طبعا، وفي شرفاء في الشعب طبعا، يعني ما هو عينة طبيعية من الناس، لكن هي المشكلة ما بتدارش بكمية الشرف، لكن مدى تأثير الشرف، الشرف ده فين مكانه فين، غير مسيطر، هل مكان مؤثر مسيطر ولا ملوش، ملوش. واي واحد بيظهر في هذه المنظومه الخربانه عنده قدر من الشرف لازم يطاح بيه فورا ويتشهر بيه ويتبهدل ويتحبس مفيش رحمه. يعني ما احنا كلنا نقارب بن زكي بدر واحمد احمد رشدي، هك فاكر احمد رشدي وزير محترم وبتاع وزكي قعد كام شهور سنه ومشي، حصل تحديث الامن المركزي صحيح بس مش مشكله، يعني كامل راجل محترم وغير في حاجات كتيرة وعامل حرب شعواء على المخدرات وعلى الفساد، لكن لا ازاي يجي مين، يجي زكي بدر نموذج المتآلف والمتصالح مع النظام. نفس الكلام لما ابتدت اللي حصل الثورة يناير، الموجة الثورية في يناير، ودخل ناس جوه منظومة الدولة ما قدرتش استحملهم، كانت لازم تعمل انقلاب عشان تطلعهم بره هم وكل الناس اللي ظهروا فيه. فالقصة مش قضية ما هي كمية الشرف في المؤسسة لا تعنينا، لكن هل هي عندها القدرة على ضبط الموضوع ونشر هذا الشرف على المؤسسة؟ طبعا لا، مش موجودة، فمفيش أمل في هذه المؤسسات إطلاقا إذا كنا عايزين نبقى جدين، لأن أصحاب القوى، أصحاب القوى من في منظومة الفساد، شبكة فساد مسيطرة وبتطيح بأي حد في كل المؤسسات. نعم احنا الشرطة هل عندك أمل، هل فيها يعني شفنا منها حاجة عدلة مش من حتى من بعد من قبل كده؟ القضاء شفنا منه انصاف؟ دي مؤسسات السلطة، الإعلام، مؤسسات الإعلام شفنا منه انصاف؟ مؤسسات المخابرات العامة والحربية أو العامة شفنا منها؟ طب والناس اللي كانت فيها شوية بتاع خرجوا كلهم، خرجوا كل الناس من جهاز المخابرات العامة، بقى جهاز نقي، فساد نقي، فساد نقي يعني. القضاء شفنا منه انصاف؟ ما شفناش. الجيش شفنا منه انصاف؟ ما شفناش. في ناس شريفه، في ناس اتقتلت، في ناس في السجون صحيح، بس ما دول مش هيحلوا الازمه، في السجون زينا واتقتلوا زينا خلاص بقوا من عامه مع الناس، يعني بعدوا عن مراكز صناعه القرار والتاثير للاسف الشديد. كويس انهم يكونوا موجودين عشان في لحظه، لو حصلت لحظه يعني النصر يبقوا يفيدوا في إعادة بناء المؤسسات، لكن هم لن يستطيعوا صناعة التغيير، لن يستطيعوا، لأنه مش مراكز السلطة. الوحيد اللي يقدر يصنع التغيير فعلا ويحسم ويعني يطيح بالمنظومة القديمة هو الشعب، القوى الشعبية والتنظيم، التنظيم الشعبي ده الحل الوحيد. اللي لسه بيتكلموا في انتخابات وانقلاب على انقلاب وكلام ده، الحقيقة اعتقد انهم ممكن خرجوا بره التاريخ، يعني لان ده كلام لن يحدث، ولو حدث فهو جزء من نفس المنظوم. هل الفكرة الرهان على لن يحدث لانه يعني قد يقول احدهم اللي حضرتك بتقوله برضو لن يحدث؟ شوف في فرق بين هو لن يحدث، يعني مش موجود دلوقتي، صح، الاثنين مش موجودين دلوقتي. احتمالات الحدوث للاثنين ايه؟ احتمال الدخول، المؤسسة بقت متماسكة جدا، مؤسسة فاد متماسكة، لازم تنهار، لازم تهرم من جواها،
والكلام ده هي لو كانت قويه وعندها طب ما هو ده الانقلاب على الانقلاب ولا لا 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 انا قصدي انهيار تفتيت الدوله النظام كله ما يقدرش يكون لابس يحصل ما يقدرش يكمل ما حدش يهاجمه يقع لوحده ما يقدرش بقى يحصل انهيار اقتصادي كبير افلاس اي حاجه لكن الكلام ده ما بيحصلش لان في قوه محافظه عليه كده مصر دي اعتقد مش عارف مين يعني هي دوله لازم تفضل في هذا الوضع ولا هي تستطيع ان تنهض ولا تقع لازم تبقى موجوده كده يعني المايه لغايه هنا تفضل تتنفس عشان تعيش فهم مثبتين الوضع وطول ما الوضع ده موجود النظام ده يفضل موجود هو بينقي نفسه من جواه بيعيد ترتيب نفسه دايما ويطلع اي مشاكل هو بقى سيستم فاسد جدا صراعات بينهم صراعات صحيح وممكن حد يطيح بالتاني اوكي بس جوه نفس الدايره جوه نفس النظام ما بيغيرش النظام فانت فده الاحتمال الوارد هل ده مفيد ليك ولا مش مفيد انت عايز تقنع الناس انه مفيد اوكي براحتك يعني بس ده مش صحيح ده مش مفيد لانه حافظ على نفس ولازم تخضع ليه عايز برضو تقول اه حققنا انتصار وتنزل في الطياره واحنا انتصرنا وبتاع وتروح تتفق معه اوكي مش مشكله بس يفضل نفس النظام بنفس استعباد الناس الاحتمال الثاني الصعب اللي حضرتك بتقول عليه لو مش ممكن يحصل هو مش موجود دلوقتي بس ممكن يحصل قابل انه يحصل موضوع طويل ومعقد بس ده الحل الوحيد للتحرير ان انت تحرر نفسك وتحرر الناس من الجريمه للنسبة. واحنا بنتكلم على الاحسان المدني على سبيل المثال وايه فكره الاحسان المدني ان الشعوب تنظم نفسها وتقدر تاخد قرار وتنفذه دي الخطوه الاولى لو نجحت في كده هتعمل اي حاجه تانية والمجلس لو تخيلنا نعم. لو تخيلنا ان قريه على سبيل المثال قدرت تحكم نفسها بنفسها احنا عندنا 4000 وشويه قريه 400 مدينة وشوية و28 محافظة لو كل منطقة قدرت تحكم نفسها وتربط نفسها ويبقى عندها القدرة انها تبقى الى حد ما مكتفية عن الدولة في حاجات معينة ده يبقى خطوة على الطريق لو قدرنا نقول للناس تعمل الأحسان المدني وعملت الأحسان المدني طيب اتفضل المجلس الثوري المصري أصدر بيان دعا في المصري الى العصيان نعم المدني سنتحدث في ذلك بالتفصيل بعد الفاصل مع حضرتك فضل. دكتور عادل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل ابقوا معنا مسيره ثانيه جايه اعدادها كبيره برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره وسيحكم التاريخ علي وعلى اسمي قرر الرئيس محمد حسني مبارك هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا وأكبر معوق لحركة ألف بيش بحنا وثلاثة سبعة ألف قتل مش دولة حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر أصدر المجلس الثوري المصري بيانا دعا فيه الشعب المصري إلى العصيان المدني وذلك اقتداء بالعصيان المدني في السودان الذي يستمر اليوم الثالث على التوالي في عدة مناطق استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير في البلاد في البيان حي المجلس الشعب السوداني بأكمله على نجاحه المبهر في العصيان المدني الشامل بالسودان داعي الشعب المصري إلى ذات الخطوة أعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام لأرحب بضيفي هنا في الأستوديو المهندس عمرو عادل رئيس المكتب السياسي المجلس الثوري المصري دكتور عادل إذن هذه دعوتكم للعصيان المدني في مصر يعني في البداية هل الفكرة انطلقت من أنه العصيان المدني في السودان بدأ يحقق بعض النجاحات أم أن الفكرة متواجدة أم أنه فرصة بأن في عصيان مدني في السودان فيعني كانت هذه الدعوة منكم لا الحقيقة احنا بنتكلم على العصيان المدني من يناير 2016 يعني متبنين التوجه ده أصل الفكرة حاجة احنا زي ما قلت لك احنا هدفنا أننا نخلي الناس تستطيع أن تنظم نفسها عشان تفعل شيء فالعصيان المدني
هو فعل مش صدامي مع طبعا يعني في بيعمل ازمه مع السلطه, لكن مفيش مواجهه. انت بتمتنع عن نزول الشغل, بتمتنع عن فعل حاجات معينه, بتمتنع عن الـ 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 دفع فواتير, حاجات تفاصيل كتيره, اجراءات مختلفه. فاحنا من يناير 2016 متبنيين النهج ده وحملنا يعني حاجات كتيره وطرحنا افكار كتيره للصيان المدني, وناس تواصلت معانا كتير على تطوير الموضوع. الحاجات او الافكار دي محتاجه ثقافه تتراكم داخل المجتمع. السودان مجتمع مختلف شويه, مجتمع قبلي, مجتمع يعني مستوى الثقافه فيه مرتفع, فبالتالي سهل انت تعمل الصيان المدني. احنا بنتكلم بان والوضع انا كمان مختلف يعني بعد فعل ثوري وبعد مجزره, بعد حاجات يعني في تفاصيل مختلفه عن الحاله المصريه. لكن الدعوه للصيان المدني مستمره من 2016, وفي بعض الاحيان لقينا استجابات جيده جدا من الناس والشباب على السوشيال ميديا. يمكن لسه مش في الشارع بس لقينا استجابات من الشارع على السوشيال ميديا. الوضع في مصر دلوقتي وضع صعب جدا, وربما يرفع الدعم عن الوقود في خلال ايام, فبالتالي الفرصه مهيئه لاستخدام الغضب. اصل هي الناس غضبانه بس مش عارفه تعمل ايه. فهما شافوا نموذج ناجح في السودان بالصيان المدني, واحنا بندعو لهذا الامر وطرحين حاجات كتيره ولينا بعض التواصلات مش بطاله يعني مع بعض الناس في مصر. فبالتالي ربما في اللحظه دي يصلح ان انت تدعو الناس فعلا انها تقوم بالصيان المدني, واحنا ربطناه بغلاء برفع الدعم عن البنزين عن المحروقات, لان ده هيضرب تضخم, هيبقى مشكله في حاجات كتيره, هيغلي اسعار حاجات كتيره, والناس اصلا مضغوطه جدا في خلال الاربع سنين اللي فاتوا, الضغط اتجامد جدا. فبالتالي الفرصه مهيئه مش بس عشان السودان عامل, لكن الدعوات المتكرره عملت قدر من الوعي بالموضوع داخل المجتمع المصري, وفي نفس الوقت الظرف العام والضغوط على الشعب المصري بتؤهل الفعل ده. يعني العمال على سبيل المثال, احنا كنا اتكلمنا قبل كده, العامل بياخد 1200 1300 1400 يشتغل على قد الفلوس, هو يقرر الكلام ده يشتغل بيه شغل قد ايه ويعمله, لان في استبداد على الناس, في افتراء يعني على العمال. نفس الكلام الموظفين. يعني انت دلوقتي لازم يكون في حاجه عادله في المجتمع. اذا كانش في عداله فمحدش, خلاص يبقى كلنا نخسر. لا عداله لا ارباح. اذا كان من الضروري ان نعاني فنعاني جميعا, مش احنا لا نفضل نتذل ونشتغل ونصنع الثروه وما نلاقيش ناكل في الاخر. والكلام ده موجه لكل العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم, لان اصل الانظمه العداله. فلو ما فيش عداله يبقى اخد حقي بقى, يا اما اخد حقي يا اما ننزل كلنا لاسفل لغايه لما تحلوا لنا المشكله. طب هل الحكومه عاجزه انها تستبدلك بحد ثاني وخلص الموضوع؟ عشان كده الصيان المدني يكون واسع المدى, كبير, مش بحجم صغير, وده محتاج تنسيق بين القوى. يعني انا ارى ان العمال والطلبه اكبر قوه. 77 يناير 77 مين اول ناس خرجت في الشارع؟ طلبه هندسه عين شمس والترسانه البحريه في اسكندريه وعمال غزل حلوان. العمال غزل حلوان انا اسف, عفوا, عمال غزل حلوان لما خرجوا كل عمال حلوان اتحركوا وراهم. طلبه لما نزلوا في الشارع الناس نزلت وراهم, لان في حاله غضب كبيره جدا, الناس مش لاقيه تاكل فعلا. لما وابتدت المظاهرات تنتشر في 23 24 محافظه في مصر ايام 77, تاني يوم قرر الغاء القرارات. ما اصل فكره الدعم ده هو مش بيمن عليه بينا, الدعم ده نتيجه خلل كبير جدا في اداره الدوله من الخمسينات لغايه دلوقتي. فانت عايز تحملني انا اللي مش لاقي اكل شويه الفلوس اللي انتوا في مرتبات في الدوله بتوصل ل 100000 و200000 ما فيش حاجه خالص, مستشارين, تيجي عليا انا لا مش لاكل وترفع عليا الدعم؟ هو مش هيفرق معاه, ده راجل صاحب مصنع هيغلي المنتجات بتاعته على الناس, هيصدر ليه؟ في حلول يعني, هيقلل مرتبات العمال, هيفصل الناس, ومفيش قانون بيحمي حد. فليه دايما الاخطاء الكارثيه اللي بتعملها الحكومات لا يتحملها غير الفقراء؟ فاحنا بنقول لا, اعرض نفسك, قول انا مش قابل الكلام ده. اذا يعني لما تذكرت المترو بتبقى ب 14 جنيه عشان واحد يروح شغله, ده بيركب المترو بس 28 جنيه في 30 يوم ب 1000 وبكام, ب 700 جنيه. اذا كان هو بياخد 1200 1500 جنيه يعني نصف نص مرتبه في المواصلات, طب ولاده لما يفرض عنده اثنين في الجامعه ولا اثنين بيركبوا يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ما هو انت ما تقوليش دي الاسعار العالميه, وفي نفس الوقت تيجي
تخسف بالمرتبات الارض وتقول اصل هو مش عارف ايه، هي كله نظام واحد. لكن انت اسعار عالميه عشان المستثمر والراجل اللي بيشغل فلوس وياخد ربح عالي وانا بالمرتبات المحليه عشان يتخسف بيها الارض، طبعا لا، يبقى ده في ظلم. اذا فالحل ان الناس تشتغل على انها لا تقبل هذا الكلام، لا تقبل هذا الكلام، انها ترفضه بشكل فعلي. والعصيان المدني بيشل الدوله، ما تعرفش تعمل حاجه، بالذات لو على نطاق جغرافي واسع. لو عندك محافظات مصر 10 محافظات أو 20 محافظه في مصر وقفت الدنيا، مش عارف يعمل حاجه، يعمل ايه؟ ما خلاص قدرته لا تحتمل. هو بيركز قوته على نقطه واحده عشان يعني يسحقها وتبقى عبره للباقي. لكن لو الموضوع انتشر، يعني لو العمال عملوا تنسيق واسع على مستوى مصر، والاتصالات دلوقتي سهله بس بامان عشان بس ما يخترقوش، يعني في ده لو اتعمل وتعمل الصيام مدني يومها، والعمال هي قاطرة الفعل الثوري مع الطلبة. الطلبة دلوقتي في اجازات بس ممكن يشاركوا بشكل ما. العمال هم القاطرة اللي ممكن يتبني عليها العصيان المدني في مصر. فاحنا يعني هدفنا اننا نحمي ما تبقى من يعني قدرة على الحياة عند المصريين، انه يرفض اي تحمل لاخطاء الدولة على حسابه هو. يعني كل حاجة مظبوطة، وشوية الفلوس تحت الدعم هي اللي عاملة الأزمة، والقروض ده العاصمة الجديدة اللي هي المنطقة الخضراء بتاعتهم مصروف عليها عشرات المليارات من الدولارات، دي كانت تعيد بناء قرى مصر كلها مثلا، يعني العاصمة الإدارية الجديدة دي. طب وانت رايح هناك ليه؟ طب والناس دول كلاب يعني مثلا؟ ولا دي المنطقة بتاعت البشوات اللي معاهم اللي انت بتلغي الدعم عشانهم؟ مش ممكن. فبالتالي ده الموضوع بقاش رفاهية. انا شايف ان من الضروري ان الناس مصر تفكر. احنا برا مصر ما نقدرش نقول لهم الظروف، ما عارفش الظروف جوه، ما عارفش شكل الارض ايه، ما عارفش هو ممكن يعمل ايه، ما عارفش ايه قدراته. الظروف ان في قمع وفي بطش امني صحيح، بس المستوى الواسع من خلينا نقارن اللي حصل في السودان مجزرة صح، وفي قوات دعم سريع وناس مجرمين برضو، لكن في وقت ما بيقدرش. في 25 يناير و28 يناير الجيش لما نزل ما قدرش يواجه لانه عارف انه هيسحق، لو وفي عربيات جيش اتحرقت قدامي في ميدان التحرير يوم 28 يناير. هو مش انا مش عارف انت جاي لي ليه، دخل بقى بتدي سلاح لوزاره الداخليه، ناس حرقت العربيات. فهو لو دخل بغشوميه يعني زي ما بنقول في لحظات الفوران الكبيره هيسحق، ما بيقدرش يعمل كده، هو بيسكت ومعلش واحنا جيش الشعب ايد واحده الكلام اللطيف ده لغايه لما بيتمكن. فالغضب الواسع النطاق لازم يتراجع، لازم يتراجع. ده غير كمان يعني ان في الامور مش زي 2013، يعني طبيعة الناس وتكوينها غير 2013، حجم الغضب اوسع، حجم ادراك طبيعة المنظومة بقى اكبر. فبالتالي احتمالات نجاح حاجة زي كده او على الاقل انها تتعمل في 77 ناس، ما في مصر برضو قيسوني غلى الاسعار بالليل، الصبح نزلت في الاخبار في الجرايد، ناس نزلت الشارع، مواجهات وشرطة واعتقالات وبتاع. لكن تاني يوم لما الدنيا فلتت أقسام اتحرقت ومديريات الأمن والاستراحات الرئاسة في كل كله، يعني ما الناس ما مش قادرة، وحرقوا المواصلات، حصل إيه؟ قبضوا على ناس كتير جدا لكن لغى القرارات، ما قدرش يستحمل الضغط ده. ففي لحظة بتبقى فارقة ومهمة في حياة أي شعب وتطور الحالة الثورية وحالة الغضب، لو ما استغلتهاش تخسر كتير. احنا خسرنا كذا لحظة بس الوقت ده مع اللي بيحصل، ولو ما كانتش على مستوى واسع برضه هتخسر كتير. دكتور عمرو ولا لا؟ ما احنا نأمل انها تكون على مستوى واسع، وهي العمليه يعني لو كانت على مستوى ضيق بالعدوى. انا فكرت مع البطش والقمع سهل جدا صحيح. انه يكون في حمله اعتقالات مثلا صحيح، لكن لو احنا 20 30 نقطه، عشان كده بقول لحضرتك العمال دول منتشرين في كل مصر، كل حته في مصر فيها عمال، عشان كده هم اصحاب الشبكه الاكبر اللي تقدر تنظم نفسها وتبقى نواه وقاطره للفعل الثوري والجماهيري. بقى الناس دايما بتبقى قلقانه، لكن لما يحس ان الدنيا، انا فاكر يوم 28 يناير صلينا في مسجد النور، اتحركنا بتاع 500 واحد، اخر شارع اعتقد عبده باشا قبل الجامعه، من مسجد النور الجامعه، كنا وصلنا لاعداد رهيبه جدا. انت عايز نواه الناس تتجمع عليها، فالنواه دي هي اللي هتدفع الناس وتحرك الناس معاك. وانا اعتقد ان زي ما قلت لك ان النواه الافضل دايما بتبقى الحاجات المنظمه، ولا يوجد تنظيم اقوى ولا عنده قدره على الفعل الواسع جغرافيا اكتر من العمال، وهم دول الحقيقه
اللي بنامل ان هم ان شاء الله, لان هم اكتر ناس مظلومه, هم دايما بيعملوا بيصنعوا الثروه وما يقولوش منها حاجه. فاعتقد وهم اللي بيتبهدلوا طول ان مواصلاته وبتاعه ولازم يروح في مواعيده ورديات صبح وبعد الظهر, وفي الاخر يعني بيطلع يعني بقدر بسيط جدا من حقه. فاعتقد ان هم بس مش بيحموا نفسهم, بيحموا الشعب المصري كله, كل الشعب المصري اللي هيتبهدل وهيهان يعني بشكل الحقيقة حاجه محزنه. شعب عريق ومحترم وعنده مهارات وعنده امكانيات كويسه جدا, اللي بيلوث ويعني وبينتهك كرامته وبيفقر عمدا, ويعني ثقافته وهويته وروحه الجيده بتروح من الافساد المستمر. يعني واحد زي محمد رمضان ده يبقى نموذج لشباب مصر, مأساة طبعا, جريمة يعني الجريمة دي تماثل جريمة الانقلاب العسكري. انت هنا بتدمر جيل كامل, بتدمر اجيال بنماذج فاشلة وفاسدة. فانا اعتقد ان احنا في وقت مؤهل, ظروف مؤهلة لنجاح العصيان المدني في مصر, لو قدرت الانوية الصغيرة سواء ناس اللي منظمة نفسها, النقابات مثلا, طبعا مفيش حاجة حزبية في مصر دلوقتي, فالنقابات هي الامل, والعمال لو قدروا ينظموا نفسهم ويتحركوا في مجال واسع, اعتقد ان كل الشعب المصري ممكن يتحرك وراهم, ونقدر نعمل ان شاء الله يعني على الاقل تتلغي القرارات اللي المفروض انها تعمل ضرر اقتصادي كبير جدا على الشعب المصري, وسرقه الغاء الدعم انا بعتبره سرقه للفقراء في مصر, لانه بيذهب دايما لصالح الطرف الاغنى وبيزيد الفقراء فقرا مع الاسف. طيب معنا الخبر الاخير خاص ب سعادة السفير المصري الراحل الدكتور إبراهيم يسري رحمه الله. وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق الدكتور عمرو دراج كشف عما طلبه منه السفير إبراهيم يسري قبل أيام من وفاته. قال دراج في تدوين على حساب موقع التواصل الاجتماعي إن الدكتور إبراهيم يسري اختصه قبل أيام من وفاته بنشر مذكراته عبر المعهد المصري للدراسات الذي رأسه الدكتور دراج تحت عنوان قصة مشواري في الدبلوماسية والعمل الوطني, أسرار وطموحات وتحديات 60 عاما في حب مصر. أوضح دراج أن إدارة المعهد المصري للدراسات قررت قبل أن يصل خبر وفاة الدكتور يسري نشر أولى حلقات مذكراته على موقع المعهد اعتبارا من الجمعة القادم 14 يونيو 2019. وأضاف أفتخر بنشر رسالته لي والتي أرسل معها النسخة الكاملة من مذكراته, وموعدنا مع حلقتها الأولى الجمعة المقبلة بإذن الله. هناك تفاعل طبعا مع أيضا نقلنا بعض التغريدات امبارح وتفاعل الناس مع وفاة دكتور إبراهيم يسري, ولكن قبل أن نأخذ التغريدات ربما لو يعني تعليق على وفاة هذا الرجل العظيم وعلى ما كشفه الدكتور عمرو دراج. والله الحقيقة ردود فعل الناس دايما على وفاة ورحيل الناس بيبين مدى حب الناس وتقديرهم ليه, حتى لو ما كانش اسمه ظاهر قوي في الأحداث. يعني طبعا السفير إبراهيم يوسف ليه دور كبير ومعروف في العمل النضالي, لكن حجم التفاعل الكبير مع وفاته يدل قد ايه هو راجل محترم وقد ايه الناس بتحبه, هو كان فعلا قيمة كبيرة ويعني ليه دور نضالي كبير في مصر من زمان, يعني حتى الناس ما كانتش بتتكلم, كان هو يعني ليه دور دايما في التحرك والنضال وفي جبهة الضمير قبل الانقلاب العسكري, كان واحد من يعني كان رئيس اعتقد جبهة الضمير كمان. نعم. فان شاء الله يعني نامل ان ربنا يرحمه ويغفر ليه, وجميل جدا ان في مذكرات نعرف منها يعني ما لم نكن نعرفه عن السفير إبراهيم يسري, وان شاء الله يعني دي حاجه جيده. من يعني ابرز ما يميز هذا الرجل بانه كان رمز النضال ضد تصدير الغاز, تصدير الغاز طبعا, تصدير الغاز ده رمز كبير, الملف الاكبر اللي اشتغل عليه. وان شاء الله يعني احنا ان شاء الله يوم السبت عاملين يعني تأبين للدكتور إبراهيم يسري في اسطنبول, ويعني اي ندعو كل الناس اللي موجوده انها تشرفنا يعني ان شاء الله. ابو الاعمار يقول وداعا السفير إبراهيم يسري عندما يترك الرجل تاريخا مختلفا يحزن على فراقه الحجر والبشر. التغريده اللي بعدها رحلت اليوم قطع عزيزه من ارض مصر, رحل شيخ لم يفقد يوما حماس وعطاء الشباب, رحل ملاك الوطنية المصرية سعادة السفير الجليل إبراهيم يسري رئيس جبهة الوطنية
الجبهة الوطنية المصرية ورئيس مجلس أمناء قناة الشرق، كان صوتا للثورة ودرعا للوطن، دافع عن أرضه وعرضه وحريته حتى آخر رمق في حياته. اللهم تغمده بوسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك. التغريدة الأخيرة والرابعة لترجوت قلب يقول: قرب 90 ولم يتوقف عن الصدع بكلمة الحق حتى وافته المنية عن 89 عاما. هو نموذج للمناضل الشريف السفير إبراهيم يسري رحمه الله. أشكرك شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة. شكرا دكتور عمرو عادل رئيس مكتب الثوري رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري. شكرا لحضرتك دكتور عمرو. الشكر موصول لكم ومشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله. مسيرة تانية جاية أعدادها كبيرة برضه، جاية على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامي، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ شتان وأكبر معوق لحركة ألف إيش؟ 1-2-3-7 ألف قتل مش دولة حقيقية.